السلام عليكم. ارفعي الصوت يا اختي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال. بس تفضلي. انا بس كنت انا حامل قبل شهر رمضان اللي فات. ايوه. الدكتوره منعتني من الصيام الشهر كله، قالت لي ما ينفعش مع حالتي في الحمل. فكنت عايزه اعرف بس الكفاره بتاعتي ايه او اعمل ايه. يعني عفوا، هل تتوقعين انك تبرئين وتستطيعين الصيام بعد ذلك، ام المرض مزمن طيلة حياتك؟ لا، ما عنديش مرض مزمن، بس هي منعتني الصيام عشان انا كنت لسه في اول شهر في الحمل. طيب، اعيد الايام التي افطرتيها. انا فطرت رمضان كله، اعيد 30 يوم كلهم. اعيد 30 يوم كلهم. شكرا، جزاك الله كل خير. الله يكرمك.